أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا سيدتي الجميلة نسبيا. لكل مكان ولكل زمان معايير جمال مختلفة. عشان نحسم الموضوع ده استضفنا الأستاذ جمال بنفسه يجاوب على هذه الأسئلة. ازيك يا أستاذ جمال؟ مساء الفل على كل المشاهدات العزيزات وأولهم حضرتك. بنسمع دايما مقاييس جمال مقاييس جمال مقاييس جمال، عايزين ننهي النقاش ونعرف منك أنت. والله أنا مقاييسي واضحة، الست لازم تكون وضعها فرنسي ومش هتفوت. طبعا، بس ما أعرفش، ممكن أغير رأيي وأقول الست لازم تبقى مليانة، مش عايزة أجزم. طب وبالنسبة للون البشرة؟ بيضة طبعا. تمام، أو صبر عادي. أفهم من حضرتك إن مقاييسك كده مش ثابتة؟ أكيد طبعا، على حسب الموضة، أنا شخصيتي مهزوزة جدا. طب وبالنسبة لمقاييس جمال الرجالة؟ لا شوف حضرتك، أنا أبويا كان دايما يقول لي إحنا ما عندناش رجالة. ما عندكوش رجالة إيه؟ ما بتعيطش؟ لا، ما عندناش رجالة عموما، مفيش أصلا، مفيش. من هنا بقى جت آرائك المهزوزة. مورلس أستاذ جمال، كتير قوي من المشاهدين بتوعنا طلبوا إن أنا أطلب من حضرتك طلب، ممكن؟ طبعا أكيد. ممكن تطلع بره؟ خلاص أوكي، مفيش مشاكل. زين، بس دي كانت عودة واخدها من عم سعيد. اتفضلي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التحية. عزيزي المشاهد، أحد أسباب حبي ليك هو إنك جميل. واحد يقول لي أبو حميد أنت عرفت منين؟ أقول لك يا عزيزي، الجمال في عين الرأي، وأنا متأكد من عناية. في 21 أغسطس سنة 1911 وخلال زيارته لمتحف اللوفر، استخبى الإيطالي فينسينزو بيروزيا لحد ما المتحف قفل كل أبوابه، وبعدها وبكل هدوء خرج من مخبأه، وبعدها قام خلع لوحة الموناليزا من على الحيطة وقام حطها في البلطو ومشي. بس كده سرق الموناليزا. موناليزا، شوف عزيز، السرقه وقتها ما كانش فيه ابداع خالص، لسه ما كانش فيه مسلسلات تنمي وتحفز خيال الحراميه في ان هم يعملوا عمليات اكثر تعقيدا. طبعا يا عزيزي، الحادثه حصلت من هنا الدنيا اتقلبت. الموناليزا وقتها كانت لوحه معروفه لليوناردو دافنشي، ولكنها لم تكن اشهر لوحه في تاريخ الفن زي دلوقتي. شهره الموناليزا اللي احنا نعرفها دلوقتي جت بسبب وصف الصحافه لحادثه السرقه دي بان اعظم قطعه فنيه اختفت. الصحافه كانت عايزه تبيع، كانت عايزه تعلي الريتش، وابتدوا ينشروا اي كلام له علاقه بسحر ابتسامه الموناليزا الذي قاد هذا السرق المجنون نحو السرقه. قال يعني الموناليزا بجمالها سرقته فسرقها. الكلام ده 1911، لا في جوجل ولا يوتيوب ولا انترنت تشوف بيها الموناليزا وتعرف شكلها وتعرف اهميتها. الاف من الناس راحت اللوفر عشان تشوف مكان اللوحه المختفيه ويحاولوا يتخيلوا شكلها. المهم يا عزيزي، ان بعد سنتين الموناليزا هترجع مكانها لما يتقبض على اللص اللي سرقها. ورغم ان السارق لما يتقبض عليه هيقول ان هو سرقها عشان يرجعها موطنها إيطاليا، موطن ليوناردو دافنشي، وموطنه هو كمان، الموضوع بالنسبة له كان وطني على حسب كلامه طبعا يعني. ولكن من بعد رجوع الموناليزا ولحد النهاردة اللوحة هتستقبل آلاف الزوار يوميا. الآلاف والملايين هيقعوا في حب الموناليزا اللي هتتحول لواحدة من أكتر الرسومات الأيقونية في التاريخ، اللي بتعبر عن الجمال بقيمة تتخطى 775 مليون دولار. بس السؤال يا عزيزي اللي هيدور بعد الحادثة دي، هل الموناليزا فعلا جميلة لدرجة انها تستحق هذه المكانة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفرصة. سنة 2018 طبيب التجميل جوليان دي سيلفا اتكلم عن النسبة الذهبية. دي عزيزي معادلة حسابية ابتكرها اليونانيين لقياس الجمال، واستخدمها ليوناردو دافنشي رسام الموناليزا نفسه في رسمته الشهيرة بتروفيان مان. النسبة الذهبية دي عشان تحقق الجمال لازم كل النسب تقرب من 1.62 1.62. تعال بقى عزيزي نطبق هذه النسبة الذهبية على الموناليزا خاطفة القلوب وساحرة اللصوص وكل هذا الدلع. هنلاقي يا عزيزي ان الموناليزا مش مطابقة للنسبة دي، ونسبة قربها لهذا الريشيو الجولدن ريشيو بتاع الجمال لا يتعدى 87% في 13 درجه راحوا. وليترالي يا عزيزي الكلام عدى الجمال. وحد يا عزيزي لو شفناها بعيون طبيب تجميل هنلاقي ان وشها مليان بالدفوهات، زي مثلا ان بعض الناس بتقول ان عندها وجه رجولي وشكل عين غير متناسق وبقها قريب جدا من مناخيرها، بل ان لوحه زي مارلين مونرو لاندي وورهول اقرب لنسب الجمال الذهبيه من الموناليزا. المهم يا عزيزي، مع ذلك لحد النهارده مدير متحف اللوفر بيقول ان 80% من زوار المتحف بيجوا بس عشان الموناليزا، و87% ابو حميد شفت عزيزي عشان تعرف انها عمرها ما كانت بالدرجات بالاخلاق والاكسترا كريكولر اكتيفيتيز. لا عزيزي، يرجعنا لسؤال اهم، ما دام هذه اللوحه خلفت معايير الرسم والجمال في عصرها وبرغم كده هي قدرت انها تكون اجمل لوحه في عيون الناس، فالسؤال المهم هنا ما هو الجمال يا عزيزي؟ في كتابها اجلينس ا كلتشرال ستوري بتقول جريتشل هندرسون ان مفهوم الجمال ارتبط في الثقافه الغربيه القديمه بالكمال زي الاشكال الهندسيه والنسب الذهبيه، وبكده اي حاجه قبيحه هتكون الحاجه الناقصه او المشوهه. عشان كده كل القصص القديمه كانت
بتظهر الصحراء والوحوش باعتبارهم نسخ مشوهه وكاريكاتوريه، نسخ من الانسان العادي بس ممكن تكون ناقصه ايد او رجل، زي ابو رجل مسلوخه يا عزيزي. انت بتقعد تخوف بيه الاطفال؟ طب يا عم روح عالجه، ده عزيزي محتاج يروح مستشفى. لكن جريتشل قالت ان التعريف ده ثقافي وليس علمي، بدليل ان في ثقافات تانية زي اليابان عرفت الجمال بمفهوم معاكس اسمه الوابي سابي، وهو تيكينج بلاجر ان ذا امبرفكت، الاحتفاء بما هو ناقص، زي مثلا لوجو ابل اللي التفاحه فيه مقطومه في حاجه ناقصه، وزي ايضا الكينسوجي وده فن ياباني شهير بيطلع فيه الفنان يملى فيه شروخ الاطباق المكسوره بالذهب. الكاتب امبرتو ايكو في مقاله اون اجلينس عن القبح قال ان مفهوم زي مفهوم الجمال مهم جدا للبشر، لان المفهوم الذي صنع سوء فهم تاريخي، وسوء الفهم ده حصل لما الاغريق ربطوا الجمال الشكلي بالخير الداخلي، يعني لو انت شكلك حلو وامور ده معناه ان انت من جوه حلو، وبالتالي لو شكلك وحش دليل على انك جواك وحش. ده زمان يا عزيزي كان بيميك سنس. معلش. وعلى حسب ايكو الفلسفه دي هتنهار لما يجي عندنا سقراط، شخص وصفته الادبيات بانه قبيح ذو معده ممتلئه. يبدو عزيزي الادبيات ما كانتش مؤدبه، وبالرغم يا عزيزي من كل هذه الاوصاف السلبيه الا ان عقله يعتبر من اعظم ما انجبت الثقافه اليونانيه. وهنا يا عزيزي كانت لحظه كده، ايه ده بجد؟ احنا مش لازم نبقى جمال من بره عشان نبقى جمال من جوه؟ ياه والله ايه اللي ياه، انتوا محتاجين سقراط هو اللي يقول لكم المعلومه دي. المهم يا عزيزي ان هذا الانحياز هيحاول البشر يصلحوه في قصصهم، زي قصه الجميله والوحش اللي بتحكي عن وحش شكله مخيف ولكن قلبه طيب واحدب نوتردام، المخلوق القبيح اللي بيسكن ابراج كنيسه نوتردام في روايه فيكتور هوجو. ولكن ايضا يا عزيزي القصه بتبين قد ايه هو من جوه جميل، روحه جميله زي عزيزي احدب الغندور كده بالظبط. لو رحنا كمان يا عزيزي لاراء احدث زي اراء الفيلسوف كارل ماركس، هنلاقيه بيعرف جمال سنة 1844 إن هو نفس الكلمة الجمال، شيل منها بقى حرف الجيم المال. هو تعريف خجول شوية يا عزيزي، أو زي ما بيقول هو، أنا قبيح ولكنني أستطيع أن أشتري نفسي أجمل النساء وأذكى العقول، إذن فأنا لست بقبيح. وده عزيزي اللي بتؤكده المؤرخة نيل إيرفين، بتقول إن تقريبا كل الحاجات اللي بتخلينا أجمل زي اللبس والميك اب والمجوهرات هي بروكسيز أوف ويلث، مظاهر للثروة. واحد يقول يا أبو أحمد الله أنت طيب، أنت أني واحدة في كل دول؟ والله يا عزيزي أنا لا في شكل من بره ولا نسبه ذهبيه ولا فلوس ولا حتى من جوه كويس. المهم ان الباحثه جريتشن بتقول اننا لو مرينا بكل هذه الاراء هنكتشف ان تعريف الجمال نسبي بين ثقافه واخرى، سواء الجمال عند البعض اللي بيمثل الكمال او النقص او المال او الثروه. فالمشكله يا عزيزي مش هنا، المشكله ان في لحظه ما لما ثقافه تقدم تعريف واحد للجمال فهي بشكل ضمني بتعتبر كل ما يخالفه قبيح. عشان كده في كل اللغات مرادفات كلمه قبيح اكتر بكتير من جميل، وده زي ما بيقول الأديب فيكتور هوجو إن في كل ثقافة ليس للجميل سوى نموذج واحد، بينما للقبيح ألف نموذج. عجبي. تخيل بقى عزيزي معايا لو إن في ثقافة ما مش بس حطت مفاهيم للجمال والقبح جواها كثقافة، لا دي خلت هذه المفاهيم تغزو العالم كله وعممت ثقافتها بقوة على كل الثقافات التانية. طبعا عزيزي أنا بتكلم على أوروبا، دي عزيزي مش شبين الكوم هي اللي غزت ثقافتها العالم كله. في القرن 17 كريستوف ماينرز الفيلسوف الالماني ومعاه عالم الانثروبولوجي يوهان بلومنباخ قدموا نظريات ادعوا انها علميه وظيفتها ترتيب الاعراق البشريه حسب الجمال والذكاء، واعتبروا ان العرق الابيض او زي ما بيسموه الكوكيجن ريس يعتبر ذا موست بيوتيفول اوف ذا ريسز، العرق الاجمل في العروق هو مش كان البتيلو، بينما الاعراق الثانيه زي ذوي البشره السوداء تعتبر في نظرهم اعراق اقل جمالا وذكاء، ورغم ان حجم جمجمتهم اكبر الا ان عقول اصغر. انا بعتبر ده عزيزي خوض في الاعراق. الكتابات دي يا عزيزي هتعرف باسم الساينتفك ريسيزم، وهي محاوله تبرير العنصريه بطريقه علميه، وهيتم استخدامها كفلسفه في تبرير احداث زي تجاره العبيد والاستعمار، وصولا كمان لاعتماد هتلر عليها في ابادته لفئات معينه زي اليهود والغجر والمعاقين لانهم مش شبه صوبه الالماني الابيض القوي. ولكن يا عزيزي اللي يهمنا من هذا الكلام ان بدايه من هذا القرن اوروبا هتغزو قارات اسيا وافريقيا والامريكتين، هتغزوهم بجيوش واستعمار على ارض الواقع، وكمان هتغزو مفهوم ثقافي خطير، مفهوم ثقافي بيقول ان الجمال يعني البشره البيضاء، الجمال يعني النحافه والعيون الملونه والكوكيجن ريس. وبينما عزيزي ان اقدم تمثال مكتشف لفينوس الهه الجمال واللي عمره اكتر من 20,000 سنه كان شكله كده، ولكن مع بدايات القرن 19 هتظهر فينوس في لوحات الرسامين بالشكل ده، واي حاجه بره الاوصاف اللي بتدل على العرق الابيض مش بس هتصنف بانها قبيحه وانما مش موجوده اصلا. عشان كده بنلاقي ان مثلا لحد سنه 1940 كان غير مسموح
اي بشره ملونه بدخول مسابقات الجمال زي ميس امريكا باجنت. سبب وحميد، لون البشره مفهوم من منظور العنصريه. ليه لازم النحافه؟ ليه الرجل الابيض كان عدو للكيرفي؟ الحقيقه يا عزيزي ان بعض المصادر بتقول ان ده كان بسبب الثوره الصناعيه. واحنا اي حاجه يا ابو حميد نتزنق فيها نقول الثوره الصناعيه؟ ايه علاقه يا ابو حميد الثوره الصناعيه بالكرش؟ اقول لك عزيزي انتظر، لما الثوره الصناعيه بدات مقاسات اللبس بدات تصغر، لان يا عزيزي اصحاب المصانع عملوا يونيفورم موحد للعمال، فكل ما كان اليونيفورم اصغر كل ما كان اوفر على صاحب المصنع. ودي اللحظه اللي اجبرت الناس على مقاسات محدده وادانه الاكس لارج، ده بيستهلك هدوم كتير. تخيل اوروبا دخلت على العالم كله مش بس بجيوش ودبابات، لا كمان كان معاهم كتالوج جمال هنخصبه على العالم كله. العالم كله لازم يبقى شبهنا عشان نقول عليه حلو. وهنا يا عزيزي يا حين موعد سؤال مهم جدا، ازاي اثر هذا الكتالوج على الثقافات اللي اوروبا استعمرتها؟ في دراسة بعنوان The Occidentalization of Beauty Standards بدأ الباحثين يشوفوا أثر المعايير الجمالية اللي فرضها الأوروبيين في مناطق خضعت للاستعمار الأوروبي زي الهند والشرق الأوسط، ومناطق تانية ما خضعتش لهذا الاستعمار زي شرق آسيا أو كوريا أو الصين أو اليابان. في الهند مثلا استعان المحتل البريطاني بعلماء زي هيربرت هوب رايزلي اللي هيجي يقسم الهنود، هيلعبوا دوره يا ابو حميد. اريان في شمال الهند هيتسموا اندو يوروبيان، ودرافيديان في جنوب الهند، والتقسيم كان بناء على حجم الانف واقتراب لون البشره من اللون الفاتح بتاع اوروبا. طبعا عزيزي بهذه الهيئه لا كنت هورد على جنوب ولا على شمال، تنسيق عزيزي كان هيجيب المحيط الهندي يلا. ولكن هذا التقسيم هيخلق معامله مختلفه واوضاع اجتماعيه مختلفه، مش بس هتقسم المجتمع للابد ولكنها هتخلي كتير من الهنود يقتنعوا بالمعايير الاوروبيه في الجمال، لانهم شايفين الاريان في شمال الهند اللي هم بشرتهم افتح عايشين في ظروف احسن بكتير من الجنوب. واحده واحده هيبتدوا الهنود يتبنوا معايير الجمال الاوروبيه ويحاولوا يقلدوها. بينما عزيز الدراسه بتقول ان معايير الجمال في الهند قبل الاستعمار ما كانتش كده خالص، مثلا الهه هندوسيه زي دراوبادي وكريشنا اللي الهنود بيقدسوهم كانت بشرتهم سودا. وخد بقى تقيله عزيز، مش خايفك، لا معلومه عادي هقولها لك. معنى كلمه كريشنا في السنسكريتيه دارك سكين، فمعناها غامق البشره. ولو جينا عزيز للشرق الاوسط اللي كان محتل بالكامل من اوروبا، في دراسه سنه 2019 حوالين الجمال اتقدم من نموذج انثوي وتسال الناس مين في دول شايفينه اجمل. الغريب يا عزيزي ان اغلب المشاركين اللي كانوا من الشرق الاوسط اختاروا انجلينا جولي باعتبارها الاجمل. مين بقى عزيزي كان في الدراسه مع انجلينا جولي وخسرت قدامها؟ نيفرتيتي. ما دخلش الملكه. ودي كانت دلاله على ان الشرق الاوسط بيتبنى معايير الجمال الاوروبيه. ورغم وجود شخصيات في تراثنا العربي عانت من العنصريه ولون البشره المختلف زي عنتر بن شداد مثلا، الا ان العرب برضو كانوا زي الهنود عندهم نوعا ما معايير جماليه مستقله عن اوروبا. امرؤ القيس مثلا تغزل في لون الشعر الاسود، وفرع يزين المتن اسودا فاحما اثيث كقنوي النخلتي المتعثكلي. سبحان الله، متعثكلي خالص كده، ايه التعثكل ده؟ هنا عزيزي هو بيتغزل في لون شعر حبيبته الاسود المفحم. وكمان المتنبي كان بيقول في الغزل بتاعه ما اوجه الحضري المستحسنات به كاوجه البدويات الرعبيبي. الرعبيبي يا عزيزي هي النساء الطويله وايضا الممتلئه. حسن الحضاره مجلوب بتطريه وفي البداوه حسن غير مجلوب. اعرب. المتنبي واضح زي ما شفنا انه كان بيتغزل في المرأة البدوية ممتلئة الجسد اللي جمالها طبيعي مش محتاج يتزود بأي مكياج صناعي. دي يا عزيزي مقاييس ملهاش علاقة بالجمال الأوروبي أو العود الفرنساوي. العربي يا عزيزي كان ذوقهم في الرعبيب. بينما الدراسة تناولت مجتمعات شرق آسيا زي اليابان وكوريا اللي ما تعرضوش لاستعمار أوروبي، اكتشفوا ان هم لحد دلوقتي بيعرفوا الجمال بشكل مختلف تماما. الجمال عندهم مش النحافة ولا الشعر الأصفر أو البشرة البيضاء، إنما الجمال هو الكواي. شفتها في محمد في كارفور كان ب 130 ما اشتريتش منها، أبقى أجيب بعد كده؟ لا يا عزيزي، الكواي دي العيون الواسعة اللي بتدل على البراءة اللي بتشوفها عزيزي في أفلام الأنمي الكبيرة الحلوة دي. دي يا عزيزي سمة الجمال عندهم، لدرجة إن كل العمليات التجميلية في الجزء ده من العالم بتحاول تخلي العيون دايماً شكلها أوسع. عشان كده عزيزي في الستينيات مع تراجع الاستعمار والمركزية الأوروبية هتبدأ تظهر حركات حقوقية، ولكنها مش بس بتركز على الحرية والديمقراطية، ولكنها بتتناول مفهوم الجمال زي مثلاً حركة بلاك إز بيوتيفول في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتدعو الأفرو أمريكانز هم يحتفوا بلون بشرتهم، وزي أيضاً الإنديجينيزمو موفمنت اللي أحد رموزها كان الرسامة المكسيكية فريدا كالو أو كالو اللي رسمت نفسها في بورتريهات كتير، وزي ما أنت شايفها كده عزيزي في لبسها المحلي ولون بشرتها وتقل حواجبها وبالمناسبه شنبها. دي عزيزي بتخالف كل مواصفات الجمال الاوروبي. هي بصراحه جميله. عشان كده بعد موتها تحولت لايقونه جماليه في الثقافه اللاتينيه. واحد يقول لي يا ابو احمد خلاص الكلام ده بقى قديم، دلوقتي ما عادش في استعمار، كل واحد بقى يرجع لافكاره عن الجمال ويا دار ما دخلك شر. صحيح يا عزيزي الاستعمار خلص ولكنك لسه اهوج، لان الحياه ليست بهذه البساطه. الحكايه ما خلصتش على كده، فاكر الاستعمار يجي وبعدين يمشي وخلاص كل حاجه عملها كده راحت؟ زي ادوارد سعيد هيجي وراك بالشبشب. في مقالة في الجارديان بعنوان Beauty Industry
ستيلث امبرياليزم، صناعه الجمال وانسلال الامبرياليه. بتقول الكاتبه هانا بيتس ان كل الافكار اللي زرعها الاستعمار حوالين الجمال والقبح هتورثها منه صناعه التجميل، وان على حسب احصائيات سنه 2012 ف40% من الهنود لسه لحد دلوقتي بيستعملوا الفيس وايتنرز، الحاجات اللي بتبيض الوش، كريمات تفتيح البشره، بينما في نيويورك الاسيويين واللاتينيين هم الزبائن الدائمين في عمليات التجميل، رغم ان الظرف التاريخي خلص خلاص والجيوش والاستعمار خلاص انسحبوا، باي باي رجعوا بلادهم، الا ان الثقافه لسه مستعمره ومحتله وموجوده، وشركات التجميل هتاخد الفكره الاستعماريه اللي بتقول ان في تعريف عالمي موحد للجمال لازم كلنا نحاول نوصل له والا هنكون قبيحين، وتطبقه. الصيدلي الفرنسي العملاق يوجين شولر صاحب احدى ماركات التجميل الشهيره واحد رواد صناعه التجميل هيقول ان الماركتنج بتاعه اساسه جمله واحده: Tell people they are disgusting, they don't smell good and they are not attractive. قول للناس ان هم مقرفين، ريحتهم وحشه ومش جذابين، عم شكرا. وبعدها الناس هتروح لمنتجات التجميل بجنون عشان تحاول تمحي الاحساس ده. عشان كده الكاتبه جيسيكا ديفينو هتوصف صناعه التجميل بانها صناعه بتلعب على الانسكيورتيز بتاعه الانسان اللي اتزرعت فيه على مدار سنين طويله من الاستعمار والعنصريه، فتيجي هذه الصناعه بمنتجاتها تديله احساس بالسيطره والجمال، وهم مش مهتمين انه يسيطر ولا يبقى جميل ولا مهتمين باي حاجه، هم عايزين السنه الماليه تخلص ونشوف الارباح كام. يعني يا ابو حميد يعني انزل من بيتنا من غير لبوزيل عرق ولا ميك اب؟ ولا عزيزي وعزيزتي لو على قد الميك اب تمام ممكن تنزل من غيره، ولكن مزيل عرق مهم شويه. المقصود يا عزيزي من هذا الكلام ان انت ما تربطش قيمتك الذاتيه وتعريفك للجمال باستهلاكك لمنتجات التجميل، وان انت من غيرها تكون قبيح وناقص، لان انت بيها ومن غيرها قبيح وناقص. لا عزيزي بهزر، انت جميل وكامل ومكتمل وربنا يخليك ليا. وهنا جيسيكا ديفينو بتنصحك تقول لك راقب احاسيسك، هتلاقي ان ربط قيمتك بالمنتجات دي بدل ما يحسسك ان انت حلو، بالعكس ده هيحسسك بالقلق وبالاكتئاب اللي بيتطور احيانا وخصوصا عند السيدات لايتنج ديس اوردر او سيلف هارم، اضطرابات في الاكل واذى ذاتي. عشان كده ظهرت براندات جديده زي فينتي بيوتي للمطربه ريانا اللي بتحاول تقدم منتجات تجميليه بتحتفي بكل درجات الالوان اللي البعض بيعتبرها مش جميله ومحتاجه تفتيح. بس السؤال المهم هنا عزيزي، هل احنا كبشر طيبين والمستعمل والمستثمر هم اللي جم بوظوا مفاهيمنا عن الجمال؟ هل احنا كبشر ملائكه ولا ممكن تكون جوانا حته عنصريه صغننه كده هي اللي بيلقطها المستعمل والمستثمر، واحنا اللي بنسهل عليهم ان هم ياثروا فينا ويغيروا مفاهيمنا عن الجمال؟ وهنا عزيزي بنيجي لأهم محطة في هذه الحلقة. لو الاستعمار تبنى مفهوم عنصري للجمال فالاستعمار خلص تكنيكلي يعني على الأقل، ولو شركات التجميل بتعتمد على الماركتينج اللي بيحسسني انها دايما مش كافي ومش جميل فأنا هقدر استغنى عنها، ولكن ما زالوا المجتمع نفسه بمؤسساته وافراده بيتبنى مفاهيم للجمال انا مش عليها، اقدر استغنى عن المستعمر والمستثمر، بس اقدر ازاي استغنى عن المجتمع؟ خليني يا عزيزي احكي لك حكايتين، بتخليهم ثلاثه يا ابو احمد، دول يا عزيزي اللي لقيته، ابقى ان شاء الله المره الجايه افك لك واجيب اكتر. الحكايه الاولى بتبدا سنه 1974 لما تقدمت كاثرين ماكدرموت لوظيفه سيستم اناليست في شركه زيروكس العالميه. المشكله يا عزيزي ان كاثرين اترفضت من زيروكس، مش دي المشكله يا عزيزي، المشكله الحقيقيه هي انها ما اترفضتش بسبب كفاءتها ولا مؤهلاتها، وانما على حسب وصف الشركه جروس اوبيسيتي، وصفوا الموظفه بانها بدينه ومش جميله بمقاييس الشركه. ده يا عزيزي هيخلي كاثرين تقاضي شركه زيروكس لحد ما تاخد حكم لصالحها، ولكن هذا الحكم جه بعد 11 سنه. بينما الحكايه الثانيه بتدور سنه 2018 في فلوريدا لما شاب امريكي اسمه كاميرون هيرن يخبط بعربيته ام ورضيعتها ويقتلهم خلال سباقه مع عربيه ثانيه، وهنا يتقبض على كاميرون ويتحاكم ويصدر ضده حكم ب 24 سنه. وفجاه يا عزيزي تحصل ثوره على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحكم، وحسابه على التيك توك اللي كان فاضي اصلا بقى يتابعه اكتر من 2 مليون فولور، بينما تويتر يحذف اكتر من 900 حساب و9000 تويته متعاطفه معاه، والكل يتعاطف مع هذا الشاب. السؤال هنا، ليه الناس تتعاطف مع واحد مستهتر قتل ام وطفله في سباق؟ لانه يا عزيزي كان كيوت، ملايين تعاطفوا معاه بمجرد انه شكله جميل. شايف عزيزي الواد عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله حلو بس قاتل. في سنه 1920 عالم النفس ادوارد ثورندايك حط مصطلح الهيلو ايفكت، واللي يعتبر يا عزيزي انحياز ادراكي. الدراسات بتاعته لقت ان احنا بنشوف البشر اللي بيمتلكوا مواصفات جسديه جذابه مش بس جمال من بره وكده وخلاص، دول كمان جمال من جوه. بنفترض ان الناس الحلوه اذكيه وعندهم مهارات وعندهم اخلاق عاليه زينا زي اليونانيين يا ابو احمد، زينا زي اليونانيين يا ابو احمد، والعكس بالعكس، الناس الوحشه
اكيد اغبياء، اكيد ما عندهمش مهارات، اكيد اخلاقهم زي اشكالهم. وده يا عزيزي الانحياز اللي قال عليه عمك امبرتو ايكو انه حط الثقافه اليونانيه في مأزق لما اكتشفوا ان فيلسوفهم الاهم هو سقراط اللي ما كانش شخص جميل بالمعايير وقتها. الكلام اللي كان عند اليونانيين ده يا عزيزي اكتشفنا ان هو مش بس خطا تاريخي مجموعه من الناس كانت شايفه حاجه غلط، اكتشفنا ان دي حاجه موجوده عندنا كلنا. احنا بنشوف الناس الجميله اذكياء وده موجود فينا كلنا وبيأثر على احكامنا. صعب تشوف بنت جميله على انها شريره وقاتله، عشان كده بيصعب ان احنا نصدق ان شاب شكله كيوت يكون مجرم، او فتاه بمواصفات كاثرين ممكن تكون موظفه كفر. وعلى حسب الدراسات يا عزيزي ف70% من ذوي البشره السوداء والاقليات تعرضوا لتضييق في شغلهم بسبب بشرتهم او بسبب شكلهم، و60% من نفس الفئه دي بيحتاجوا يبعتوا السي في بتاعهم اكتر من مره عشان بس يوصلوا للانترفيو. حسب معايير كل ثقافه المرضى مثلا الاكثر جمالا بيتلقوا رعايه افضل، والتلاميذ الاكثر جاذبيه بيتلقوا درجات اعلى. ودي حجه عزيزي كويسه تقولها لبابا، قول له مش شاطر عشان الجينات مخيشه معايا، انت محتاج يا اما تختار صح يا اما هي تختار صح. انا سقطت في سؤال الاختيارات زي اهلي. مش بس كده يا عزيزي، حسب الدراسات اختياراتنا كبشر للحيوانات اللي تستحق التعاطف والرحمه بيزيد كل ما بنشوفهم كيوت اكتر، عيونهم واسعه وتعبيرات وشهم زي الاطفال الصغيرين، فنحس مع الحيوانات دول انهم مجرد اطفال رضع شبه اطفالنا. وزي ما بيبان في الشارت ده فاحنا قادرين نتعاطف مع الدولفين والنادي بانقاذه لانه شبهنا، تحس ان هو بيضحك ودايما مبتسم عكس الخفافيش مثلا، رغم ان ده حيوان وده حيوان. وازاي احنا ممكن ناكل فرخه بسهوله بينما بنوصف الثقافات اللي بتاكل قطط بانها ثقافات وحشيه؟ يا بلع عنا ممكن نونو عادي. الكاتبه زهيرة كيلي بتوصف خطر هذا التاثير وبتقول people who don't fit standards of beauty are denied resources. الاشخاص اللي ما بيلاقوش معايير الجمال مش في حساباتنا كموارد. احيانا لو انت مش جميل حسب معايير المجتمع يعني فانت شبه مش موجود ومش هتكون متشاف لا من المؤسسات ولا من الافراد. الفيلسوف ديفيد هيوم، هي مش دي المدينه الجديده في السعوديه يا ابو حميد؟ لا، هذا الفيلسوف يا عزيزي بيقول ان بيوتي اكزيستس ان ذا مايند، الجمال في العقل. الجمال زي ما قلت لك في الاول مش في الواقع ولكن في عيون الناظر، احساس جوانا احنا اللي بنضيفه على الواقع. والكاتبه جريتش هندرسون بتقول ان القبح برضه مش موجود في الواقع، انما لما بنقول على شيء او شخص انه قبيح فاحنا بنعبر عن خوف جوانا احنا وتحديدا خوف من الاخر. الجمال والقبح مش حقائق مستخبيه مستنيانا كبشر ان احنا نوصلها ونتوحد بقى ونتفق عليها ونعمل لها معايير. صعب ان احنا نلاقي مواصفات عالميه وعلميه توصف لنا الجمال بشكل يعمم على كل البشر، وده بيبان في كل الاثار اللي سابتها الحضارات المختلفه واللي عمرها ما اتفقت على صوره واحده او شكل معين للشخص الجميل او الجمال المطلق اللي لازم الكل يكون شبهه. الجمال والقبح مجرد محاولات من كل مجموعه انها تميز نفسها عن الاخر، الاخر اللي دايما بيخوفنا لانه ببساطه مش شبهنا. او زي ما بيقول فولتير، لو سالت ضفدع ايه هو الجمال هيقول لك انها تلك الضفدعه بعيونها وجلدها اللزج، ولو سالت الشيطان نفسه ايه هو الجمال هيقول لك القرون والمخالب والديل والجسم الملتهب. الجمال يا عزيزي هو تعرفنا لأنفسنا، والقبح هو تعرفنا للآخر. وصف الآخر بالقبيح بيبقى أسهل إن احنا نهاجمه ونسخر منه ونتخلص منه. عشان كده عزيزي المستكشفين من مئات السنين لما وقفوا قدام عالم جديد مليان موارد وثروات وشافوا ناس مش شبههم، هنا احتاجوا إن هم يوصفوهم بالقبح عشان يبرروا استعبادهم والتخلص منهم، وكمان يحولوا هذا الرأي لعلم أنيق مش مجرد انحياز. وحتى جوه الجماعة الواحدة كل جماعة بتحط معاييرها الشخصية، فأنت تيجي الدنيا تلاقي نفسك جزء من جماعة بأفكارها وانحياز، وهنا تواجه خوف من نوع مختلف، خوف مش من الاخر، خوف ان انت ما تكونش شبه جماعتك وبالتالي تبقى وحيد ومنبوذ من جماعتك نفسها. الجمال يا عزيز زي ما قلنا قبل كده هو نتاج عمليه ثقافيه بتتولد بشكل مختلف جوه كل ثقافه عشان تميز الجماعه عن الجماعات التانيه، بل وتدي اغلبيه جوه الجماعه، بتدينا الاحساس بالانسجام والتفوق على جماعه مش شبهنا. معايير الجمال اللي بيتفق عليها الاغلبيه احيانا بتتحول لمواصفات صارمه، صوره متخيله بنحولها لمسطره وبنحاكم الناس كلها بمدى قربهم او بعدهم عن الصوره دي. الجمال والقبح عدستين نضاره واحدة بنشوف بيهم العالم من خلال مخاوفنا، مخاوفنا من الآخر ومخاوفنا من جماعتنا. الخوف بيخلينا وحوش فاكرة نفسها جميلة وعايزة الكل يكون شبهها عشان تطمن. خليك فاكر يا عزيزي ان انت دايما في عيوني جميل، او مش دايما يعني على حسب الكونديشنز اللي هقومليها عليك. اول ان انت تشوف الحلقات اللي فاتت، ثاني ان انت تشوف الحلقات الجاية، ثالثا ان انت تبص على المصادر، ورابعا ان انت تشترك على القناة لو انت مش مشترك. استاذنك انا بقى يا جميل، ها يا جميل، ها ما تخليش حد يقول لك غير كده، ها لان انت جميل. امال بيعملوا ايه؟ قلت لك انت عارف بقى عزيزي انت الجميل اللي لايق عليه الغرض، لان في ناس تانية مش لايق محتاجين يلبسوا نيوترالز.